السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض طريقة عمل القراقيش الدايبة، او مش دايبة اوي، هتبقى حلوة ان شاء الله تعجبكم. سمي كده بسم الله. معانا كيلو دقيق، معلقة خميرة كبيرة، معلقة خميرة فورية كبيرة، ذرة ملح مش كتير علشان ما تبقاش حادقة يا جماعة، معلقة كبيرة بيكنج بودر، 3 معالق نشا، 3 كبار برضو، وده سكر بودرة، 3 معالق سكر بودرة. نقلبهم كده مع بعض. معانا سمسم لمحبي السمسم، اللي مش حابب سمسم يا جماعه ما يحطش، ممكن نستغنى عنه مفيش اي مشكله. 3 معالق سمسم كبار، طبعا سمسم متحمص. ده شمر وده ينسون، شمر وينسون. انا حمصته على البوتاجاز وبعدين طحنته. طبعا سيلا كانت بترزع على الباب يا جماعه، وحماده فتح لها كان هيضربها، فانا لحقت الموقف يعني. بقلب كده المكونات كلها مع بعضها، نعمل كده حفره كده في النص عشان ننزل بالماده الدهنيه بتاعتنا، اللي هي عباره عن كوبايه زيت وكوبايه سمنه. عايز اقول لكم معلومه يا جماعه، انا حاطه كوبايه لبن مع كوبايه السمنه، بتدي طعم وريحه الزبده الفلاحي كده، بتخلي طعم الحاجة اللي احنا بنعملها جميلة. كوباية الزيت اهي. ممكن نخلي المادة الدهنية كلها زيت، وممكن نخليها كلها سمنة عادي، مفيش مشكلة، على حسب المتاح عندنا. تمام، هننزل كده بالسمنة بالراحة، زي ما قلتلكوا يا جماعة سمنة على لبن. نفضل نقلب كده. السمنة ما تكونش سخنة علشان الخميرة ما تبصش يا جماعة، تفقد التخمير بتاعها يعني. وكده نقلب كده لحد ما نشوف هنحتاج تاني ولا لأ. طبعا هنحتاج، ننزل اهي اللبن فيها اهو باين اهو. نقلب كده، نبقى مجهزين مع بعض. كيلو الدقيق ياخد كوبايه نص ميه دافيه، هنجهزهم مع بعض، احتاجنا لهم ماشي. بعد ما نخلص عجن كده بالسمنه والزيت هننزل بالميه. تمام، طبعا هكتب لكم المكونات في صندوق الوصف، واللي عاوز يسالني على حاجه يسالني في التعليقات ارد عليه، واللي عاوزني اعمل له اي حاجه يقول لي برده في التعليقات. وانا ما اشتركش بقى في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد، ولايك وشير زي سيلا ما بتقول لكم. هي مش موجوده دلوقتي عشان اقول لها تندهلها تقول لكم يعني، انا اقول لكم بدلها. نفضل نقلب فيها كده، بصوا جميله ازاي. محتاجه بس شويه الميه، هنجيب الميه مع بعض، خليكم معايا وهتروحوا في اي حته. في معلومه عايزه اقولها لكم يا جماعه، معلش انا نسيتها، اللبن ممكن يخلينا نستغنى عن الميه لو محتاجين، لو مش محتاجين ميه يعني. محتاجين ميه نفضل نعجن الاول كده، لو احتاجنا الميه، الميه جنبنا اهي مجهزينها هنحطها، ما احتاجناهاش خلاص هنعجنها الاول كده، نبسها بالزبده واللبن والزيت اهي. لو العجينة نشفت معاكي تبقى هي محتاجة مية، ما نشفتش خلاص توكلي على الله وتبقى كده زي الفل بألف هنا. ما شاء الله عجينة جميلة اوي،
طريه تحت ايدي اهي. عايزه اقول لكم ان ريحتها حلوه جدا اهي. هنديها عجنه كده يا جماعه وهرجع لكم تاني. انا عجنتها على قد ما اقدر، بنبسها بنبسها مش بنعجنها يا جماعه اهي. نبسها علشان خاطر الزيت والسمنه قد ايه يشربهم، يعني اتوغل فيهم كده كلهم اهي. بصوا عامله ازاي. طبعا هي بتقطع سنه قدامي، فانا هحط لها شويه ميه، مش كلها يا جماعه، واحده واحده. نعجنها بقى. طبعا على حسب الدقيق، كميه الزيت والسمنه والحاجات دي كلها على حسب نوع الدقيق اللي عندك، يعني الدقيق اللي انت بتستخدميه. يا ريت نجيب الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، ده بيبقى حلو. هي كده ما عادتش عايزه ميه ولا عايزه اي حاجه خلاص. جهزتها اهي. طبعا عجنتها برضو، خلصت عجن فيها. بنعجنهاش كتير يا جماعه عشان عرقها ما يبصش. هنغطيها بفوطه او باي حاجه وهنسيبها 5 دقايق بس تخمر، ونجهز الصواني والحاجات اللي هنقطعها فيها وكده، وهنرجع لكم تاني. اوعوا تغيروا القناه وتروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني وسيبنا العجينه خمرت شويه، 5 دقايق، مش هنكتر يا جماعه. هنطلع منها بقى حته بحته كده ونغطي الباقي عشان نقطعها. إيه لو عاوزين تحشوها عجوة ممكن تحشوها عجوة، مفيش مشكلة. يبقى نصها عجوة مثلا ونصها سادة، اللي بيحب العجوة اللي بيحبها سادة مفيش اي مشكلة. نعملها كده على قد ما نقدر، نبططها. طبعا انا بسخن العجوه ثواني يا جماعه، كنت بقفل على العجوه عشان كانت هتتحرق. طبعا معانا القطاعه اهي، نقطع بيها العجوه اهي اهي، طريه وجميله قوي ولا مفروله ولا اي حاجه. بصوا شكلها عامل ازاي، جميله قوي. جاهزين مع بعض الصينيه الجميله بتاعتنا، برضو هنرصص فيها كده. ندفي الفرن يا جماعه شويه ونقفله بعد ما ندفيه، ونحط فيه الصواني العجوه بس تخمر، وبعد كده نسويها على نار هاديه اهي. ان شاء الله تبقى جميله قوي وتعجبكم. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. بصوا جميله. انا طبعا هعمل جزء ساده وجزء بعجوه للي بيحب العجوه. انا طبعا يعني بحب العجوة. اهي ناكل بقى بيها شاي، شاي بلبن. اهي خلص بقيه الكميه، تقطيع وارجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حته. اهي الصينيه الاولانيه بتاعتنا الجميله. عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعملها جميله كده، حاسه ان هي حلوه عشان بعملها طبعا مع حبايبي، فحاسه ان هي جميله كده. اول مره اعملها بطريقه طريه كده. نجيب الحته الثانيه. معانا تاني قطعه يا جماعه، بس مجهزين بقى ليها عجوة. انا بحب العجوة، هنعمل صاج لوحده عجوة. طبعا انا وريتكم مرة بنطر العجوة ازاي في فيديو القرص اهي. هي
هي سخنة، بنسخنها بحتة، بنسيحها بحتة سمنة أو زبدة أي حاجة أهي، نحطها كده في في نص العجينة عشان طبعا هنلمها ونبطط تاني. سخنة سخنة جدا، هنقفل كده اهو، يا رب تكون الطريقة واضحة اهي من اول اهي، ونرجع نبططها تاني اهي. انا طبعا رجعت لكم بعد رمضان والعيد، لان رمضان والعيد عندي بيبقى فيه زحمة جامدة، فما بعرفش اصور بصراحة، اعذروني بقى الشهر ده اهي. العجوة باينة فيها خفيفة وجميلة اهي، وهوريها لكم كمان بعد ما تستوي. نجيب الصاج التاني اهو، الصاج التاني معانا اهو، ما بندهنش اي مادة دهنية يا جماعة، هي المادة بتاعتها فيها يعني، ما بنحتاجش فيها اي مواد دهنية. نشيل دي على جنب اللي هو الحرف، نظبطه ونرجع بتاني اهو. نظبطه بايدنا كده عشان ما نقدرش في العجينة بتاعتنا. يا رب الفيديو ده ينول اعجابكم، واللي ما اشتركش في القناه اشترك عشان يوصله كل جديد يا رب، واكبر كده على ايديكم باذن الله. هنخلص بقى الكميه، ولما نبدا نسوي هوريكم الطريقه وهوريكم نعمل ايه بعد ما نخلص. معلش لو طولت عليكم، خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته. التليفون علق مش عايز يقفل عشان ايدي فيها سمنه، بس اخلصها معاكم. علق علق جامد. خلصت معانا، هنولع بقى الفرن زي ما قلت لكم، نحطها يعني شويه كده على بال ما تخمر ونرجع نسويها. اوعوا تغيروا القناه ولا تروحوا في اي حته، خليكم معايا هفصل وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد ما خمرت اهي، شوفوا خمرت ازاي وبقت وهبت وبقت جميله. هنحطها بقى في الفرن من تلت ساعه لنص ساعه يعني، على نار هاديه خالص، ونحمرها من تحت ومن فوق، من الشوايه ومن تحت. وارجع لكم بيها اوريكم شكلها النهائي، خليكم معايا هنسويها ونرجع تاني. قرقشنا الجميله طلعت اهي، يعني لكم تاني والقرقش طلعت اهي. هنرصصها بقى في اي علبه ولا اي حاجه عندنا عشان نعرف نستعملها. دي علبه انا جهزتها كده وفرشتها بكيس اهي، ونحط فيها القرقش كده. طبعا هي لسه سخنه شويه، فانا خايفه انقلها عشان بتتكسر معايا زي ما انتم شايفين اهي. دي من تحت وشها اهو جميل، عايزه اقول لكم ان طعمها جميل وريحتها جميله برضو. بألف هنا ان شاء الله. وشكرا لكم بقى على المشاهده الجميله اللي هتتفرجوا عليها ان شاء الله، هتعجبكم طريقتها سهله وحلوه قوي وخفيفه علينا. يا رب يكون الفيديو بتاعها عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.